بنشتري السمك ازاي وبننقي ازاي. شوف عندي اخطبوط اهو، نقول عليه بقى شويه حاجات كده، ثلاث قلوب، تسع مخاخ، ثمان رجلين، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. ده حلو بقى في الكارباتشو، حلو في السلطه، حلو في اي حاجه. شعور، السلام عليكم. نعرف بقى تبقى في الطازه ازاي، عينيها، ريحتها، صح؟ خياشيم تبقى لونها فاتح. حلاوته بقى في صينيه زيت وليمون، ده بيبقى حاجه اخر جمال. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا باشا. زي السحر. ادي المرجان المقلي، حلو قوي في المقلي السمك ده برضو ريحته. وايه، وادي المرجان ابو نضاره، طبعا بيختلف اسمه من حته لحته، بس المهم انه يبقى فريش ويبقى طعمه حلو. خياشيمه فاتحه ولحمه مظبوط. نشوف بقى ايه عندنا، جمبري، سردين، جندفلي، كابوريا. طبعا الحلقه بيبقى فيها كميه حاجات تانية، بيبقى عندهم موجود بولتي وعندهم ماكريل وعندهم كل حاجه، جمبري، نواجل وشرايف، كل الكلام ده موجود، بيجي من السويس ومن بورسعيد ومن كل حته. تعالى بقى عشان الصوره حاجه حلوه. حلوه والله. لا ممكن نبص على بلح البحر ده. ده منين ده يا رجاله؟ لا ما تنساش حاجه، خليها زي ما احنا هنصورها تحت بس. بلح البحر ده تعمل بقى يخني، تعمل حاجات كتير قوي، حاجه اخر جمال واخر عظمه. العب. جندوفلي ده منين؟ سويسي؟ اسماعيليه. اسماعيليه؟ المهم جنب بعض ما تفرقش. الكلوب ده ولا يا باشا؟ حلو قوي. دينيس زيت وليمون. دينيس الاصلي. احلى حاجه في الدينيس بقى لما يبقى صغير، كل ما يكبر ينشف، مظبوط؟ راجل اكيد. حبيبي. والدينيس يشم النار يطلع ايه؟ حلو. حلو، وجلده فيه ايه؟ اوميجا 3 عشان يبقى الصحه حلوه. الله ينور عليك. اليوتيوب ده ولا يا باشا؟ اه يا باشا. ويلكم ويلكم ويلكم. لا لا بلاش تعبين، بيخاف من التعبين. دي اسمها سويت لبس السمكه دي. وعندك بولتي، بتجيبوا منين البولتي يا رجال؟ احلى بحري. تسلم والله العظيم، 100 100. طبعا بقى البيبي كالماري موجود، وعندنا الاستاكوزا، جمبري، بيبي كالماري. ونشوف بعد كده بقى ايه، المرجان ابو قتب. ده اسمه مرجان ابو قتب، تاخد بال حضراتكم تلاقوا راسه من فوق كده فيها حته زياده مختلفه، احلى حاجه في القلب. ونتكل على الله بقى نشوف الحلقات هنعملها ازاي. يلا بينا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. النهارده عندنا طبقين استاكوزا، استاكوزا بصوص الزبده، وتاني طبق استاكوزا بالثوم والليمون. نشوف الطريقه والمكونات، يلا بينا. اول طبق هيبقى الاستاكوزا بصوص الزبده والليمون. نقول على المكونات، قطعتين استاكوزا، ليمون، زبده، ثوم، بقدونس، بصل. ابتدي الاول اني افتح بطن الاستاكوزا علشان الطعم يوصل فيها. اسهل حاجه بالمقص طبعا، اللي عنده اللي بيعرف يستعمل السكينه كويس ماشي، بس المقص بيبقى اسهل بكتير زي ما شفتوا حضراتكم كده. اول واحده خلصت، وتاني واحده بالبيض بتاعها او البطارخ برضو بالمقص كده. الاستاكوزا جاهزه، خليها على جنب، ولا ممكن نحطها هنا واغسل ايديا ونشيل كل ده. اخد البصلة وهقطعها حلقات او هقطعها مربعات ما تفرقش خالص، المهم ان انا عايز الطعم.
مربعات، وبعدين حطيت ايه في الحله وعلي النار، وهاخد فصين الثوم، اخد فص واحد لل الاستاكوزا يعني تسويه الاستاكوزا، والفص الثاني هزوده على صوص الزبده والليمون، زيت نباتي، وهحط البقدونس زي ما هو كده، هقطعه بس بايديا جوه الحله عشان ما يطرش، احط شويه ملح كويسين، شويه فلفل، خلي بال حضراتكم بس من الاستاكوزا واحنا بنتعامل معاها، فيها في كل جسمها في شوك، في يعني حاد جدا، فنتعامل معاها لما امسكها بالراحه ما يحصلش مشكله، بس مفيش داعي ان انا اروح ماسكها مره واحده، لان بصوا حضراتكم القرون بتاعتها مدببه جدا، بعد لما بتستوي ده بيطرى شويه فبيبقى اسهل في التعامل معاه، انما وهي لسه كده نيه خالص ممكن تعور الايد. فين الفوطه؟ قلب كده الثوم مع البصل. انا ببقى محتاج من الثوم والبصل ده اكتر من ان هو يتاكل، ببقى محتاج ان هو النكهه بتاعته تطلع في طعم الاستاكوزا. زي ما قلت لحضراتكم بالراحه التعامل معاها، ودايما تتحط في الاول البطن لتحت فوق البصل كده والثوم والبقدونس والملح والفلفل. هزود نقطة مية، أو يعني مش نقطة مية، هزود يعني ربع كوباية مية علشان تبتدي تبخر وتبتدي تستوي. خلي دي معايا هنا، غطي عليها بقى وهسيبها، ممكن أقلبها مرة واحدة، هسيبها يعني ما تاخدش 8 دقايق، الحجم الصغير ده ما ياخدش أكتر من 8 دقايق. هناخد بقى فص الثوم، طاسة صغيرة، عندي ولعه نهرسه كده كويس شويه، والزبده كلها معلقه، صوص الزبده والليمون مفيش اسهل منه، زبده وليمون وفص ثوم صغير عشان ما يبقاش طعم الثوم زياده، سنه ملح وسنه فلفل اسود او ابيض خفيفه وخلاص. اللي انا بعمله ده بس الاكياس اللي موجود فيها الليمون او عصير الليمون بدوس عليها كده بتفتح فبتديني عصير ليمون اكتر. انا مش هستعمل غير نص ليمونه واحده لان ده كفايه قوي كده، يعني الليمونه دي نصها يمكن بمقدار 4 ليمونات من البنزهير اللي هو الليمون الصغير المصري. نزل كده بقيت خلي دي هنا، اعلي النار شويه صغيرين وهقلب. لو عايزين نخليه زبده وكريمه لباني وليمون ممكن نضيف عليه شويه كريمه لباني دلوقتي، بس خلاص يعني اعتقد ان احنا ممكن نغير. نظبط بقى التتبيل بتاعه، الملح، فلفل، ومش عايزين بقى نخلي الصوص ده يبقى تقيل، لو عايزينه تقيل هنحط عليه كريمه لباني، احنا عايزين صوص زبده بس، المهم ان احنا ندوب فيه الملح والفلفل، ويا دوب اول لما تبتدي تسمر خفيف كده يبقى الصوص خلص. طبعا صوص الزبده ده ما فيهوش فيه دايت خالص، ده صوص زبده، فده يعني ابتدت تستوي، ممكن اقلبها مره، ريحتها ممتازه.
اول لما اللون يبتدي يتغير كده نعرف ان هي ابتدت تستوي. اول لما اللون يبقى كله برتقاني يبقى استوت. ممكن على الفحم تتغير شويه لان الفحم مش بيبقى طايلها كلها، بس المهم ان هي ايه تستوي من جوه. كل ما هسيب الزبده على النار فتره اطول كل ما هتتقل، بس انا مش عايز صوصي يبقى تقيل. وهي بقى ايه بتستوي كده هاخد من الزبده. بصوا حضراتكم على الناحيه اللي فيها البطن مكان ما انا فتحت بالمقص في الاول، بحط معلقه زبده كده على كل واحدايه من الاستاكوزا علشان تشرب الزبده وتشرب طعم الزبده والثوم والليمون. واغطيها كمان شويه. خلي بال حضراتكم بقى لما هنشيل الزبده من على النار دلوقتي وهنسيبها فتره طويله هتبتدي تجمد، فاحنا دايما نخليها على نار هاديه لحد لما نقدم، او ممكن نخليها مثلا لو في عندنا يعني السلمندر ده اللي هو بنحفظ فيه الحاجه سخنه مش هيبقى موجود، لكن ممكن لو الطاسه بايد حديد ممكن نسيبها في الفرن لو الفرن دافي عشان مش عايز الزبده ترجع تجمد تاني. انا هسيبها كده على جنب، يبقى حرف البوتاجاز حرف العين لمسه الطاسه تفضل دافيه ما تجمدش ما تمسكش في بعضها يعني. كده الاستاكوزا استوت، وزي ما قلت لحضراتكم انا سايب الصوص الزبده والليمون على جنب حرف او على حرف العين بتاعه البوتاجاز علشان يفضل سخن وما يجمدش. ممكن بقى بالراحه كده اخد البصل وناخد برضو البقدونس. ادي قطعه وادي التانيه. في لسه بصل كمان اهو. هطفي النار على الاثنين واخد بقى من الصوص زبده وليمون وثوم عليها كده. انا اوريدي وهي في الحله حطيت على الجزء من البطن على المكان اللي هو مفتوح ده كده علشان بقى لو هنتسلى في الرجلين والحاجات دي يبقى برده طعمه مظبوط. نضف دي كده. يبقى اول طبق كان استاكوزا بصوص زبده وليمون. هطلع فاصل وارجع اعمل استاكوزا بالثوم والعسل. خليكم معايا بعد الفاصل. عملت اول طبق كان استاكوزا بصوص الزبده والليمون. نعمل بقى استاكوزا دلوقتي بالعسل والثوم. نقول على المكونات: استاكوزا، عسل، بقدونس، بودره ثوم، جبنه بارميجان وزبده. برضو هقول لحضراتكم تاني موضوع ثقافه الاكل عندنا ان احنا ما بنقبلش موضوع العسل ده خالص او موضوع الحاجات المسكره. عايز اقول لحضراتكم تاني او اكتر من مره جربوا وبعدين لو حصل ان طعمه ما عجبكمش ما ايه ما نعملوش تاني. زي بالظبط ما نروح مطعم ما ناكل فيه مره ما يعجبناش، او حد يقدم لنا اكله ناكلها مره وما عجبتناش مش هناكلها تاني. هنضف هفتح الاستاكوزا كده من الديل او من البطن علشان اقدر ادخل جواها التتبيله اللي انا عاوزها. وهسيبها هنا كده جنبي. وهاخد بوله احط فيها بودره الثوم. وهاخد زيت. وهحط تقريبا معلقه عسل واحده. وهخلي في الاخر هحط عليها شويه عسل. طبعا اللي مش حابب يحط العسل نتجنبه خالص. هاخد الزبده في المعلقه، مش هاخد الزبده كلها، هاخد نصها والنص التاني هحطه في الحله عشان اسوي بيه الاستاكوزا.
هقلب الزبده مع الزيت مع العسل لحد لما كله يمتزج مع بعضه كده، وهاخد شويه ملح كويسين، معلقه الملح، واقلبها. انا مش محتاج دي. هحط بقى زيت نباتي وبقيه الزبده اللي انا خدت نصها للتتبيله والنص التاني عشان التسويه. والبقدونس فين الفوطه؟ شيلها من على النار شويه، لان المفروض دلوقتي ابتدي اتبل الاستاكوزا، بس انا حاولت اخلص كل الشغل اللي مش محتاج يبقى فيه سمك، وبعد كده ارجع تاني احط بقى عليها الايه العسل، او اغرقها كده على قد ما اقدر، ومن الناحيه اللي فيها البطن امسكها مقلوبه كده، تقوم الفتحه اللي هنا تشرب العسل والثوم، والتانيه برضو نفس الموضوع. ايدي دي نظيفه، احطها كده. برضو البطن هي اللي مقابله النار، هخلي دي جنبي، اغسل ايدي كده خلاص مش هحتاج. ربع كوباية مية أو أقل يمكن، ربع كوباية المية دي بص عليكم عشان بقى الدخان والسيزلينج ده يبتدي يخلي البخار برضو يسوي. هحط من الناحية دي كمان، هغطي عليها لحد لما تستوي، اللي هو هنقول مثلا 7-8 دقايق. شيل ده، يبقى فاضل عندي العسل والجبنه البارميجان، ده للتزويق في الاخر. ونجهز طبق كويس. نشيل الحته دي بس كده، في وسط ما هي بتستوي على الحل في الحله هفتح عليها واقلبها، واحط من التتبيله تاني عليها بس من ناحيه البطن. بعمل كده ليه؟ زي ما قلت لحضراتكم ان عاده لما بنتبل حاجه 30% او 25% من التتبيله بتقع، فانا لما حطيتها اوريدي كده التتبيله نزلت، فانا هرجع تاني هزود لها من التتبيله. كده الاستاكوزا استوت، نطلعها بالبقدونس باللي فيها كله. وهاخد بقى معلقه الصوص اللي تحت ده ما يروحش خالص، اللي هو العسل والثوم. فاضل عندي كده الجبنه البارميجان، بس هنضف الطبق شويه. هاخد معلقه نظيفه، عندي معلقه العسل خلاص. هحط بقى الجبنه البارميجان من فوق، ويا دوب بس كده بالمعلقه شويه من العسل بسيطه.
ويبقى النهارده عملت اول طبق كان استاكوزا بصوص الزبده والليمون، وتاني طبق استاكوزا بالعسل والثوم. الف هنا، واشوف حلقه جديده. باي.